فضيلة الشيخ، إذا رأى الهلال من كان معتادا على الكذب فهل يصام لرؤيته أم لا؟ ما يصام إلا برؤية عدل، برؤية عدل معروف بالصدق ولم يعرف عنه كذب. أما اللي معروف عنه أنه كذاب هذا لا يصام برؤيته ولا يقبل خبره. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا. نعم.